أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه وفقا لبيانات البنك الدولي فقد جاءت مصر في الترتيب السادس بعد الدول المتلقة للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من الهند والمكسيك والصين والفلبين وفرنسا خلال 2023. أوضح المركزي للإحصاء أنه وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية فقد بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11 مليونا و9 آلاف مهاجر حتى نهاية عام 2022. جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز عن اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2024، وموضوع الاحتفالية هذا العام التحويلات الرقمية نحو الشمول المالي وخفض التكاليف. استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثالث سفن ميرسك التي تعمل بالوقود الأخضر فور وصولها إلى ميناء شرق بورسعيد، وتعد السفينة هي الثالثة التي تعمل بالوقود الأخضر ضمن 18 سفينة تسعى شركة ميرسك إلى الانتهاء منها ما بين عامي 2024-2025 وفقا لالتزام الشركة نحو دعم الممارسات المستدامة في مجال النقل البحرية. وحقق ميناء شرق بورسعيد ريادة في مجال التحول نحو الممارسات المستدامة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، حيث تم إعلان ميناء شرق بورسعيد في 2017 كأول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية البيئية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع وسط قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول مقابل توقعات بنمو قوي في الطلب على الخام والوقود هذا العام. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 87% ليصل إلى 82 دولار و4 سنتات، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غارو تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى 77 دولار و84 سنت للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 43% لتصل إلى $2.48 سنت للتر. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.64% لتسجل نحو $2.88 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تقترب فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم من إنتاج مليون برميل يوميا لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات حسب ما أعلن وزير النفط، وبلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3,500,000 برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية الصارمة، وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يوميا في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو. وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلغ إنتاج فنزويلا نحو 910 ألاف برميل يوميا بحلول نهاية مايو. تسرعت وتيرة التضخم في روسيا مجددا في مايو وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الإنفاق العام الهائل لدعم الهجوم العسكري على أوكرانيا قد يؤدي إلى تسخين اقتصادي. ودعمت زيادة الإنفاق الحكومي الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، ولكنها أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ونقص العمالة في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالحملة العسكرية. وقالت وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد إن التضخم بلغ 8.3% على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2023، ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة ب 7.8% في نهاية أبريل، ويفوق بكثير المعدل الرسمي المستهدف للتضخم البالغ 4%.